وقف وقف سم. المعلومات هذه نعرفينها من أبو سالم. أبو سالم؟ أنت متأكد يا حضرة المحقق؟ لأن هالمعلومات هذه ما يعرفها إلا أنا. أنت متأكد؟ إي نعم متأكد، وعارف أن أبو عدنان وصل أبو غازي، وأبو غازي كان متخفي داخل بشوت. عفواً على المقاطعة طال عمرك، لكن أبو غازي ما كان متخفي داخل بشوت، لكنه يوم سمع صوت أبو عدنان هو سقط مغشي عليه. عموماً أنا ما يهمني أبو غازي وصل عليه. آه. أنا يهمني أبو عدنان الإصابة اللي جته كيف. يعني تبي تنتقل أنت للحدث الرئيسي؟ طال عمرك أنا كان ودي أعيشك جو الحدث العام والجو، لكن يبدو أن وقتك ثمين ووقتي أثمن. طال عمرك لما طلع أبو عدنان من أبو غازي حصل التالي. وين هو ذا بعد هاج؟ الله عالم، لحق رفيته وروح على القدور. يلا حات. والثاني ابو غازي طاح مغشن عليه، وهذا ما ادري وين هو راح. الله عالم، طارت عليهم قالوا حن حن وحن وحن اللي ما يحتاج، وحن اللي صايرين بوجه دارة السوق. وينكم الحين؟ جاكم ابو عدنان هججكم، جاكم. الله عالم. طيب قل لي شلون شخبطت ابو بجدار؟ يا سعادة المحقق، انا وان كنت ما احب اتكلم عن نفسي الا انه عندي بعض حركات الكاراتيه على الكونغ فو، على بعض حركات الدفاع عن النفس والساموراي، ودمجتهن مع المطارح، وطلع عندي فن جديد اسمه جبركو تمردغكو. اخلص وبعدين وش صار؟ وش صار؟ ما خليت سنتيمتر بابو عدنان، ما شخبطت بوب الجدر من شعارة راسه من شوشته الى اطرف ابهام رجله، كله مصاب. وضربته مع ورا من الخلف؟ لا لا، مو هو ابو جابر اللي هاجم من الخلف. أبو جابر يناطح مناطح سطح نطح، ما عندي أنا التفاف من الخلف أو حركات غير مسموح. لا، أنا مواجهة، واجه مواجهة. قم سام. أقول قم. أيوة. وقف وجهك. أفا. ولا أشوفك هنا مرة ثانية لا ألبسك تهمة إزعاج السلطات ببلاغ كاذب. سعد المحقق، عفو عليك بس. طيب سؤال بسيط قبل امشي، منين كشفت؟ من قبل سالفه الكاراتيه ولا من بعد سالفه الكاراتيه؟ شكلي انا بلبسك التهمه. لا لا لا، شو تعرف سام؟ قم ضف وجهك احسن لك. سام سام طال عمرك. سام سام، لا حول ولا قوه الا بالله. وش هالسوق العجيب الغريب؟ ودي أدري أبو عدنان وصار عليه.